واش غادي تقبلي تزوجي رجل جميل في الوجه او لا كتفضلي اللي جميل في الاخلاق؟ اول حاجه انا بالنسبه لي ما نجيش عندك ونكذب عليك ونقول لك ما خصنيش يعني خايب ويكون الاخلاق ديالو، ولكن انا الصراحه نرجح ان يكون الاخلاق ديالو عاليه وصافي، ولكن يكون مقبول حسن الوجه وسميع. يعني بالنسبه لي شخصيا الاخلاق كتهمني اكثر، حتى لو رجعوا الوصيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول زعما اظفر بيدات الدين تربت يدا، يعني الجمال ديال الصوره كيمشي مع الوقت، واللي كيبقى الاهم هو الجمال. الاخلاق ضروري. هي علاش؟ حيت لانه الاخلاق كيدوم معك دائما وكيصبر معك على كل شيء وكيعاونك يعني كيساعدك في كل شيء، اما الجمال كيفيد في والو اصلا. الجمال ما كيدومش كيشرف، اي واحد كيشرف. كنفضل بجوج يكونوا مجموعين فيها بجوج، فهمتي؟ يكونوا الاخلاق ويكون الجمال ويكون فهمتي كل شيء. حيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الزوجة الصالحة ولك تنكح المرأة على ثلاث، على جمالها ونسب دينها وجمالها ونسبها. جميلة الأخلاق. لماذا؟ حيت المرأة دابا ماشي ما بقاتش في الوجه ولا بقاتش في الزين، بقات في القلب ديالها. بقات يعني المرأة اللي عتعمر لك الدار، تربي لك الولادك وتحس بك وتحس بها وتبغيها وتبغيك هي كل شيء.